يا حبيبتي يا مية، يا جميلة يا أختي، يا عزبة يا أختي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هو تحت العمة. إيه النهاردة؟ هنشوف حلقة جديدة وفيديو جديد لواحد شيخ كده انتوا بتعتبروه شيخ، بس هو بيكذب كتير. بس خلينا من الكذب، ها، لكن نشوف الكلام، نفند الكلام بتاعه. خلينا نشوف الشيخ العريفي بيقول ايه. الشيخ العريفي اطلعت على احد البحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز في القرآن لبروفيسور، نسيت اسمه حقيقة الآن، لكن بروفيسور مسلم تخصص فيزياء الماء. يقول الدكتور إن الماء عادة إذا قرأت عليه كلاما طيبا، لو أحضرت ماء وقلت أنا أحبك، أنت جيد، أنت كذا، يقول إن جزيئات الماء الموجودة تتشكل تشكلا حسنا، وإذا قلت كلاما قبيحا تتشكل تشكلا سيئا. هذا الكلام مثبت علميا يعني. أيوة، هذا الكلام مثبت علميا. يا حبيبتي يا مية، مش باينة. طيب الشيخ بيقول بروفيسور مش فاكر اسمه، البحث مش فاكر اسمه، البلد مش فاكر اسمه، الشيخ عنده زهايمر حاجة زي كده، لا عارف أي حاجة، مش فاكر اسمه، بس فاكر الموضوع. الموضوع إيه؟ إن واحد بيقوله كده، بيقوله لما نقعد نبوس كده في المية، ده اسمها بنمضمض في المية يا شيخ، المية تتحول صورتها. فقاموا عاملين بحث كده عجيب، واحد مسلم. لا بلاش أحرقها لكم، خليكم تفرجوا أحسن. وكان معه ايضا هو عرض في احدى القنوات، وكان معه كمبيوتر يعني لابتوب محمول، فعرض بعض الشرائح لماء قيل فيه كلام طيب وماء قيل فيه كلام سيء. ثم قال: كنت في مؤتمر لفيزياء الماء في كندا، ففي فترة الاستراحة قالوا: ايش رايكم كل واحد يقول كلام في الماء الذي بين يديه ونفحصه عبر المجهر، وفي مكبر بروجيكتور يكبر. قال: فكل واحد أخذ الماء وفتحه وبدأ يقول كلام ويكتب رقم طاولة عليه. يقول: فلما رفعت الماء إلى فمي كدت أن أقول I like you أنت good، لكن ليش أتكلم؟ خلني أقرأ قرآن. قال: فقرأت الفاتحة في الماء ثم وضعت رقم الطاولة، فلما وضعوا نقطة منه وفحصوها فإذا هي أجمل كل الصور الموجودة من الموجودين. يقول: فتعجبوا، قالوا: هذا تبع من؟ رقم الطاولة. قلت: والله هذه تبعي. قالوا: الماء هذا أحضرته معك أم هو موجود أصلا؟ قلت: لا والله هذا موجود أصلا، هذا الماء الذي عندكم. قالوا: ماذا قلت؟ قلت: قرأت فيه قرآن. قالوا: غير معقول، هذه التشكيلة أول مرة في حياتي لا نراها، هذا غير. أيوة، شفتوا بقى يا جماعة، الشيخ أو المسلم مسك كده وقال الفاتحة فطلعت المية تجنن. طب حضرتك لو قلت كده عطل بعد ذلك زنيم، المية هتطلع ماء هدر ولا هتطلع مية معكرة؟ طيب المية لما تبت يدي أبو لهب وتب وامرأته حمالة الحطب، المية هتطلع برضو شكلها جميل ولا زفرة؟ يعني شتيمة بقى، ما دام شتيمة تبقى مية زفرة. طب يا أقول لك يا شيخ، ما في طرق حلوة قوي. أنا أعرف إن السعودية ما فيهاش أنهار، مش كده؟ عندكم مية مالحة كتير يعني، والمية المالحة دي نفسكم ممكن تبقى مية حلوة إزاي؟ بدل ما تروحوا تشتروا حاجات تقطر المية وتخلوها مية، بدل الملحة تبقى مية عذبة، ما عندكم القرآن. يا سلام، ياخدوها 114 سورة واقروا القرآن، المية هتبقى حلوة وجميل جمال وملوش مثال، وحتى هتصدروا للعالم اللي حواليكم كله وللصومال والغير
غيره والغيره والناس اللي عندهم جفاف هتديهم مية مية حلوة. قال لي ليه يا شيخ انت بتكذب؟ هو طب قل لي كده يا شيخ الإعجاز العلمي اللي حصل ده ما حضرة النبي ما قالش عليه ليه؟ يعني ما كان حضرة النبي بتوضى من بئر بضاعة اللي بيترمى فيه الجيف وبيترمى فيه ماء الحيض وأعذار الناس يعني الكاكا بتاعت الناس. ما فيش حديث كده يقول لنا إن النبي قرى عليه سورة الفاتحة مثلا، سورة المدثر، أي سورة، سورة الفيل، أي حاجة، ولا الفيل ما تجيش مع الكلاب اللي وقعت في المية. يعني يا شيخ ده حتى بيقول لك إن النبي كان بيشرب من المية بتاع بير بضاعة دي، ما حدش قال لنا يعني إن قرى عليها شوية قرآن. ده كل الصحابة قالوا لي الحق يا حضرة النبي ايه اللي بيحصل لك؟ ما قراش عليها قرآن ليه يا شيخ؟ انت حتى انك تكذب لامتى؟ على فكرة انا هجيب لك فيديوهات تانية وهوري المسلمين قد ايه انت بتكذب عليهم. وانتوا يا مسلمين انا بطالبكم كل واحد فيكم يبعت له يقول له هو تحت العمة ايه؟